Rachel Taylor. Para eso, para eso. Todavía, todavía está. Cerca, abajo, ¿no? مسرورين اليوم حاضرين ببلدية سيد علي. مجهودات الدولة فيما يخص بناء الملاعب الجوارية أصبحت تعطي ثمارها، الحمد لله 5000 متفرج في دورة جوارية. نظن بلي الهدف هو اجتماعي، الابتعاد عن الآفات الاجتماعية. هذه الفضاءات الجوارية التي أصبحت لها هدف اجتماعي وأصبحت يعني الهدف هو الابتعاد عن الآفات واكتشاف المواهب. مشكورة الدولة الجزائرية على توفير هذه الملاعب جو الفضاءات التي أصبحت تستقطب آلاف الجماهير. إن شاء الله نتمنى تحت تجربة جمعية راديوس تعمم على المستوى الوطني. الحمد لله الشباب تاعنا يبحث عن كل ما هو إيجابي ويبحث كل ما هو يعني لفائدة لصحته. حضور النجوم الرياضية اليوم والاهتمام الكبير للسلطات المحلية والدولة الجزائرية بشريحة مهمة لها، شريحة الشباب، إن شاء الله تكون إنجازات أخرى، إن شاء الله تكون مكاسب أخرى لهذه الشبيبة. بلدية سيدي علي التي ستستفيد من مركب جواري كبير وستستفيد من ملاعب جوارية، إن شاء الله إن شاء الله تكون في الفائدة للمجتمع. فرحنا الشباب، خرج تقريبا 5000 تقريبا فرحوا. هذا هو يعني تاعنا الهدف، الهدف تاعنا هو هذا هو. وعلى كل حال وجودنا لافيزي تاعنا هذا واجب علينا، واجب واجب كي قال واجب وطني. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الاجواء الرمضانيه الجميله جدا المفعمه بكل قيم التضامن والمحبه والايمان في هذه الاجواء الرياضيه، نشكر شباب بلدية سيدي علي على هذه الروح وهذه المبادرة التضامنية، ونشكر كذلك جمعية راديوز بنجومها اللامعين
هذا شافي الاخضر باللومي عمي حنصال ومفضل المغاربة وكل لاعبين وكل اللي حضروا وشرفونا في هذه المناسبة في ولاية مسخرم في بلدية سيدي علي. اليوم لما استضفنا هذه الدورة اللي سمحت بلقاء شريحة كبيرة من شباب سيدي علي، نرحب بكل الحضور اللي شرفونا بالحضور تاعهم رأسهم النجوم الكروية الجزائرية. هي مناسبة جمعت الشباب نتاع المنطقة، نتمنى إن شاء الله تكرر مثل هذه المبادرات لتسمح بترقية الممارسة الرياضية وتوسيعها، ونقول نبشر شباب سيدي علي بأن راح تكون هناك مشاريع أخرى لتوسيع الممارسة الرياضية خاصة فيما يتعلق بالملاعب الجوارية وأيضا إعادة تهيئة المركب الضخم مركب الرياضي بسيدي علي. إذا نتمنى إن شاء الله نشكر أولا جمعية لاراديوز، نشكر كل المنظمين والنجوم على حضورهم، ونتمنى هالتظاهرات كما هذه تتكرر. وحنا اليوم فرحانين لمدى شفنا هذا الجمهور راه اليوم غافير، هذا اليوم في هذا شهر رمضان، شهر المبارك وشهر الرحمة وشهر التوبة، نتمنوا هذا يكونوا كاع في البروكسيميتي تاع الملاعب في أرض الوطن، يكون هذا النشاط اللي دارت به جمعية لاراديوز، ونشكروا ثاني السلطات المحلية لولاية مسغاليم ودائرة سيدي علي. نشكر كل من ساهم من قارب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة الرمضانية، الله يعطيهم الصحة. الحمد لله ما شفنا فيها إصابات، ما شفنا فيها دورة فاتت كما أقول لك شابة، اكتشفنا فيها مواهب جديدة. إن شاء الله شباب سيدي علي كما أقول فريق شباب سيدي علي يشوف في هذا الشبان اللي كما يقول لك راهم طالعين ويتهلا فيهم، يخلوهم شي كما يقول لك يدخلوا في ذاك الميليو كاع. والسلام عليكم، الله يحفظكم. نقول على الماتش تاع اليوم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه، وعجبنا اليوم وما شاء الله، وربي يفرح وربي يفرح لنا الفريق، وربي يطول في عمركم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه، وان شاء الله طالعه ان شاء الله، وكون طلع العديان اللي ما بغاوش قادر رادياز، قول ربي يطول في عمرك ان شاء الله وربي يفرحك عمي قاده. حنا ما طالبين والو، رانا طالبين يديروا لنا دايره في بوشكي، والله لا رانا طالبين يديروا لنا دايره. نقول لهم ربي يفرحكم وربي يطول في عمركم، رمضان مبارك ورمضان مبارك وعيد، وربي يفرحكم ان شاء الله وعيد مبارك وعيدكم مبارك. شعب وشباب وشيوخ ورجال تاع بلديه سيدي علي والبلديات المجاوره، صح افطاركم تشفيق حر منكم لضيوف نجم كره القدم الجزائريه. مره اخرى نقولكم صح افطاركم، مشكورين على الاستقبال الكبير الذي حضرنا به اليوم. حضورنا اليوم هو تكليف وليس تشريف، حضورنا اليوم تلبيه لرغبات، قولها للمره الف رغبات تاعكم انتم اللجان تاعنا، وان شاء الله نتمنى لكم غير الخير. لما والديكم تعبوا عليكم وردوكم رجال، تبعوا والديكم مازالوا ما تغبنوهمش، هذه نصيحه ونقولها لكم بالدارجه خير وبلا كلمه الخشب. ربي يحفظ هذه شباب سيدي علي، وكل من جو هنا راكم تكبروا بنا، بارك الله فيكم. بما فيكم انتم احلى العشر، تشريفا من عنا لكم شباب سيدي علي الصغار والكبار، وتحيه للسيدات والامهات تاع سيدي علي. هذه البلديه وهذه الولايه التي انجبت ابطال في كره القدم الجزائريه، انجبت كذلك مجاهدين تحت تسميتهم هذه البلديه، بعيدا عن السياسه بعيدا عن اي ضغوطات، ان شاء الله نتمنوا الخير لهذه البلديه. نشكر اللجنه المنظمه التي ناكد مره اخرى دارت علينا ذاك ابراهيم باش نحضروا هنايا، والحمد لله يا ربي هذا النهار لقيناه فارق. أشكر على طلبات بزاف والدعوات بزاف، جيناكم هنا وحنا فرحانين باللي جايكم هنا، وسمحنا في ولادنا وتعرفوا باش نسمحوا في رمضان، على خاطركم تستاهلوا كل خير، ربي يحفظكم ربي يحفظكم، تسليقة حارة، هادو اللي زيدتي انتوما شعب تاع شباب سيدي علي. هيا الأربيتي هيا الأربيتي تلقى لنا التالية. تستاهل كل خير، هذه الفئة اللي ربي بغاها على بالكم. هذه الفئة للوالدين تاعهم يسحقوا التكريم تاعهم، يا اهلي راهم مراد ونيفو ناسيونال وسيدي علي، تحية تسجيل واحترام لذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي والديهم ونشجعهم بصفة حرة من كل يوم. على يدي يدي حبس هيا اسمعي هيا هيا بصرك هيا هيا ها ها. إذن آخر تكريم الآن.